السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غد تكون إن شاء الله الفيديو الخامسة من شابيتر ديال ديفلوبمون ليميتي. لي فيديو بريسيدونت غادي تلقاو لي ليان ديالهم في لا ديسكريبسيون لتحت ديال هذا الفيديو مع جميع لي فيديو اللي درنا. الوغ إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الحاجة اللي مهمة ومهمة بزاف والأغلبية ديال الطلبة كيلقاو فيها مشكل. اللي هي شنو؟ اللي هي لي ديفلوبمون ليميتي وفوازيناج دو لانفيني. دونك علاش؟ لأن بزاف ديال الطلبة كيولفوا أن لي ديفلوبمون ليميتي راه كيتحسبوا غير عند الأعداد 0 1 2 إلى آخره. كيفو ممكن في ليكزامان نتلاقاو مع لو فوازيناج يكون عباره على بلوس او بيان موان لانفيني. الوغ هاد لابارتي هادي غادي نشرحها لكم افيك ان اكزومبل دابليكاسيون اللي خديته من واحد الامتحان تحط العام الفايت. دونك شوفوا معايا الديفلوبمون كيفاش داير. ديفلوبمون ليميتي وفوازيناج دو بلوس لانفيني الوغدر واحد ديال لا فونكسيون اكس كاري لان 1 بلوس 1 سور اكس. الوغ هنايا كاينين دي زيتاب كيخصنا نتبعوهم. ايتاب لي بساط خصنا غير ردو البال في لي كالكول وان شاء الله راه غادي نوصلوا للريزولتا. دونك ليتاب الاولى واللي هي لو شونجمون دو فاريابل. دونك هنا نكتب ايتاب واحد شونجمون دو فاريابل. الوغ ملي كنقول شونجمون دو فاريابل سيتادير تغيير المتغير، راكم عرفتوها تقريبا لو ميم برانسيب ديال لانتيغرال، داكشي اللي شفنا في الشابيتر ديال لانتيغرال. الوغ هنايا دائما فاش كيكون عندي الفوازيناج لانفيني راه ما نقدرش نحسب فيه الديفلوبمون ديريكتومون، ضروري لو فوازيناج يكون ان نومبر، دونك خصني نحول هذاك لانفيني لان نومبر. انا الى اكس كيقول لانفيني، الى حطيت ان تي، داك تي شنو غيخصو يكون سوا باش ملي يكون هذاك اكس كيمشي لانفيني تي سوا ليا زيرو، دونك باينه تي غيكون هو واحد على اكس. دونك هنايا غادي نكتب ديريكتومون اون بوز. دونك اون بوز الوغ لو فاريابل اللي غادي نعطو نسموه تي باغ اكزومبل تي ايكال 1 سور اكس. يعني دونك الا كان تي كيساوي واحد على اكس، اكس اش غيكون؟ ديما هادي خرجوها، دونك اكس غادي يكون واحد على تي، فهمنا؟ دونك جوست دينا هذا لهنا وهذا جبناه لهنايا. مزيان، دابا لو فوازيناج سيتادير مني اكس كيمشي لبلوس لانفيني هذاك تي فين غادي يمشي؟ بيان سور غيمشي لزيرو وهذاك هو الهدف ديالنا تي طون فيغ زيرو. الوغ دابا كنحطو الديفلوبمون الجديد ديالنا. الديفلوبمون دابا كنحط القديم هو الاول. ديفلوبمون فوازيناج دو بلوس لانفيني الوغدغ واحد ديال ديك لا فونكسيون اللي هي اكس استثنان ln واحد زائد واحد على اكس، اش غادي يولي؟ غيولي هو ديفلوبمون ليميتي وفوازيناج واش دو زيرو؟ لا، تحول ولا مابقاش بلوس لانفيني ولا زيرو. الوغدغ اش توجور الوغدغ 1 ديال شنو؟ شوفوا معايا اكس كاري ما خصهاش تبقى مازال اكس تولي تي. شنو هو اكس؟ هو واحد على تي، يعني اكس كاري هي واحد استثنان على تي استثنان، هي نيت واحد على تي استثنان في الالان ديال اش. دونك شوفوا معايا واحد زائد واحد على اكس، يعني واحد زائد شكون هي واحد على اكس؟ هي تي الان واحد زائد تي. مزيان، دابا حنا خصنا نخدموا هاد ديفلوبمون ليميتي. حنا تهنينا من المشكل ديال لو فوازيناج ولا عندي عدد سي بيان. دابا كيفاش غادي ندير نخدم هاد ديفلوبمون ليميتي؟ هذا نقدروا نكتبوا على هاد الشكل كيساوي ديفلوبمون ليميتي فوازيناج دو زيرو الوغدغ 1 ديال الان دونك البسط في البسط واحد زائد تي سور تي كاري. الوغ ملي كنلقاو ملي كنوصلوا لهاد ليطاب هادي اننا كنلقاو ديفلوبمون ليميتي ديال اون فونكسيون على الفاريابل او شي عدد كيخصنا نخرجوا منه ما يسمى لو ديفلوبمون ليميتي اوكسيليير يعني المساعد. الوغ شنو غادي نديرو هنايا؟ علاش؟ حيت المشكل اللي غادي نلقاوه ديما في ديفلوبمون ليميتي كنعوض في الداله، هذاك هو الاول. الا جينا بغينا نعوضوا زيرو في هاد الداله واش هي ديفيني؟ غادي نلقى تي، دونك هادي راه تي داكور، غنلقى على زيرو واستثنان اللي هو زيرو. الوغ شنو غادي نديرو؟ هاد ديفلوبمون ليميتي غادي نفككوه، يعني غادي نكتب هنا ندوز ليطاب الثانيه، هادي هي اللي كتسمى ليطاب 2. دونك ايطاب 2 كالكول دو ديفلوبمون ليميتي اوكسيليير تو سامبلومون المساعد. الوغ شنو هو هاد ديفلوبمون ليميتي لوكسيليير؟ تو سامبلومون هو هذا اللي عندي الفوق، كنحسب الديفلوبمون ليميتي غير ديال هذا اللي عندي الفوق. علاش؟ باش ملي نلقاه على شكل حدوديه نقسمو على هاد تي او استثنان. الوغ هنايا شوفوا معايا ديفلوبمون ليميتي، واحد ديفلوبمون ليميتي جديد، دائما نفس لو فوازيناج اللي هو زيرو، نفس الداله اللي هي ln 1 بلس تي،
ولكن لوردر غيتبدل. هذه هي اهم بارتي هنايا. هاد لوردر غنبدلوه، ما غيبقاش ديما واحد. علاش؟ حيت الا درتو عند لوردر واحد وحسبته غيعطيني غير المشتقه الاولى في تي اس واحد. مني غنجيب تي اس واحد على تي اس اثنان ما يمكنش، غادي تعطيني ديما واحد على تي. حنا دائما خصنا نوصلوا في لافان لوردر واحد. اشنو كدير دابا القاعده ديريكتومون الا بغيتي تعرف شنو هو لوردر اللي غتحسب هنا؟ كتشوف لوردر اللي قال لك حسب، زيد عليه لوردر ديال هاد الاس اثنان، ديال هاد الاس اللي كاين عندك لتحت. نعاود، الا بغيت نعرف لوردر اللي غادي نحسب هنايا، كنشد لوردر اللي بغاو هما اللي هو واحد زائد الاس ديال داكشي اللي في المقام. اس اثنان واحد زائد جوج هي ثلاثة، دونك غنكتب هنايا ثلاثة. لو كان مثلا، مثلا لو كان هما بغاو ديفلوبمون ليميتي او فوازين ا لوردر ثلاثة، شحال هو الديفلوبمون اللي غنحسب انا جديد؟ غتكون عندي ثلاثة اللي بغاو زائد الاس اثنان. ثلاثة زائد جوج هي شحال؟ هي خمسة، وغندير هنا خمسة. دونك دابا خصنا نحسبوا هاد الديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو زيرو ا لوردر 3. يعني ملي كنقول ا لوردر 3 خصني خمسة ثلاثة ديال المشتقات. نمشيو دغيا دغيا نزربوا عليهم. المشتقة الأولى، الثانية، والثالثة. المشتقة الأولى ديال ln1 زائد تي راه باينة، هي الاشتقاق ديال داكشي اللي لداخل اللي هو واحد على نفسه، واحد زائد تي. المشتقة الثانية كنديرو او على فياك، دونك واحد زائد تي اس اثنان، وكندير الاشتقاق الفوق في التحت. الاشتقاق ديال واحد هو صفر، فهاد التحت غيمشي كامل، ناقص الاشتقاق ديال التحت في الفوق. الاشتقاق ديال واحد زائد تي هي واحد، في واحد هي نيت واحد. المشتقة الثالثة غادي تعطيني شنو؟ كذلك او على في، يعني غادي تعطيني هنا واحد زائد تي الكل اس اثنان، ولكن هو اصلا عنده اس اثنان، دونك غادي يولي اس اربعة. وشنو كندير؟ الاشتقاق الفوق في التحت ناقص التحت في الفوق، نفس الخدمة. الاشتقاق ناقص واحد هو صفر، غادي يمشي. ناقص الاشتقاق ديال هذا في هذا، شحال غيكون عندي الاشتقاق ديال هذا؟ كنزل الاس في البريم ديال هذا اللي هو واحد في واحد زائد تي مضروبه في ناقص واحد اللي هي ناقص وناقص زائد كتعطيني جوج، عامل لواحد زائد تي على واحد زائد تي الكل اس اربعة. بالاختزال غادي تعطيني جوج على واحد زائد تي الكل اس ثلاثة. من بعد شنو كنديرو؟ كنمشيو لهذا الفوازيناج اللي عندنا، كنعوض به في جميع لي ديريفي اللي لقيت. الفوازيناج هو زيرو، يعني الاولى شحال تعطينا؟ عوضوا ليا بزيرو. واحد على واحد زائد زيرو هي واحد. الثانية شحال تعطينا؟ عوض بزيرو. ناقص واحد على واحد هي ناقص واحد. الثالثة شحال تعطينا؟ دونك ها هي ديريكتومون جوج على واحد زائد زيرو، يعني جوج على واحد اللي هي نيت جوج. من بعد كيخصني نخرج ديفلوبمون، يعني لا ميزون بلاس ديال هاد لي زيليمون كتساوي. دونك هادشي راه شرحناه في لي فيديو بريسيدونت، غادي تلقاو اللين ديالهم في لا ديسكريبسيون لتحت. الوغ نكملوا هنايا. أول حاجة كندير كنعوض في الدالة ln1 زائد زيرو هي ln1 اللي هي زيرو، زائد المشتقة الأولى شحال لقينا؟ لقينا واحد، دونك واحد في اكس اس واحد، لا ماشي اكس، تي حنا خدامين بالتي، دونك تي اس واحد على واحد يعني تي، زائد المشتقة الثانية ناقص واحد في تي اس اثنان على اثنان، زائد المشتقة الثالثة زائد جوج في تي اس ثلاثة على ستة. منين جات ستة؟ هي ثلاثة فاكتوريال، زائد او ديال تي اس ثلاثة. نقادو هاد الحساب، كيساوي ليا تي ناقص تي كاري سور دو زائد تي تخوا سور تخوا بالاختزال زائد او ديال تي اس ثلاثة. دونك هذا هو الديفلوبمون ليميتي اللي خرجنا، اللي سميناه لو ديفلوبمون ليميتي اوكسيليير المساعد. ولكن من بعد هذا ماشي هو النتيجه النهائيه ديال هادشي اللي طالبين هما، لا هذا غير غادي يعاوننا باش نلقاو شنو غادي نديرو. شوفوا معايا شنو داكشي اللي طالبين هما. هذا يعني هذا هو هذا على تي اس اثنان، وهذا راه حسبناه، غادي غير نجي نقسمو. الوغ شنو غادي نكتب هنايا؟ ليتاب 3 كونكلوزيون، يعني الخلاصة. دونك هادي هي ليتاب الأخرانية. دونك غادي نكتب ديفلوبمون ليميتي أو فوازيناج دو زيرو ألوردر واحد ديال شنو سميناها ln 1 بلس تي سور تي كاري هو شنو؟ يلا حطوا لي دابا داكشي كامل، جميع العناصر نحطوهم. شنو لقينا في ln 1 زائد تي كاملة؟ لقينا فيها تي ناقص تي أس اثنان على اثنان زائد تي أس ثلاثة على ثلاثة.
الكل على تي اس 2 عاد كنزيدوا ديك القيمه المهمله اللي هي او تي 3 بيان سور القيمه المهمله علاش ما زدناش مع هنا حيت ما غاديش نزيدوا على هنا ونقسموا على تي اس 2 حتى هي علاش لان هذه القيمه المهمله هاد لا فالور نيجليجابل هي مدلول تفهمنا ماشي قيمه عدديه هي واحد المدلول كيعني باللي كاينه واحد لا ديفيرونس كاين واحد الفرق الوغ هنايا شنو غادي نديروا توت سامبلومون كنقسم عليهم المقام دونك شوفوا شنو غادي تعطينا تي على تي اس 2 هي واحد على تي ناقص تي اس 2 على جوج على تي اس 2 كتمشي تي اس 2 مع تي اس 2 شنو كتبقى كتبقى واحد على جوج تي اس 3 على 3 على تي اس 2 كتمشي تي اس 2 مع تي اس 2 شنو غيبقى الفوق كتبقى غير تي يعني زائد تي على 3 زائد او تي اس 3 دونك حنا خرجنا هذا لو ديفلوبمون ايوا دابا شنو غادي نديرو دابا كترد داك الكريدي اللي عندك شنو هو كترد الفاريابل كيف ما كان بالاكس يعني غادي شنو حنا تي شنو كاي هو شكون تي شوفوا معايا هنا تي هو 1 سور اكس دونك سير تما فين ما بالك تي دير بلاصتو 1 سور اكس وغادي نجي هنايا وغادي نكتب له ديفلوبمون ليميتي اللي هما باغيين يعني عند بلوس لانفيني ديال لوردر 1 ديال اكس كاري ال ان 1 زائد 1 سور اكس كيساوي دونك راه قلنا بلي هذا هو هذا نيت غير هذا بالاكس وهذا بالتي هذا الشيء اللي لقينا فيه بالتي عوض التي بالقيمه ديالتها اللي هي 1 على اكس دونك شحال هي 1 على تي يعني 1 على 1 على اكس هي نيت اكس ناقص 1 على 2 زائد 1 على اكس على 3 يعني 1 على 3 اكس زائد او ديال شنو هو التي هو 1 على اكس الكل اس 3 يعني 1 على اكس اس 3 نرتبوهم هنايا من الصواب اننا كنرتبوهم نبداو ديما بالاعداد ناقص 1 على 2 زائد اكس زائد 1 على 3 اكس زائد او ديال 1 سور اكس 3 وهذا هو لو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو بلوس لانفيني ديال هاد لا فونكسيون نتمنى تكونوا فهمتوه وتبعتوا لي ميثود ندوز لان اوتر اكزومبل اللي طحت في امتحان واحد اخر باش نتمكنوا من طرق مزيان اذا خذوا معايا هذا المثال هذا اللي محطوط في واحد ليكزامان ديال العام الفايت ديال جامعه القاضي عياض دونك لي هو لو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو موان لانفيني ا لوردر 1 ديال اكس اكسبونونسييل 2 على اكس دونك دائما فين ما كتحط لنا ان ديفلوبمون ليميتي عند لانفيني خاصني هو اول حاجه نديرها هي نبدل الفاريابل باش لو فوازيناج ما يبقاش عندي زيرو ما يبقاش عندي بلوتو لانفيني يولي عندي ان زيرو الوغ هنايا ليطاب الاولى لو شونجمون دي فاريابل اش غادي نديرو فيها كنقولو اون بوز الوغ نضع واحد المتغير تي اللي هو شنو غادي يكون 1 سور اكس علاش باش مني اكس يمشي لهذا الموان لانفيني تي يمشي لزيرو مني كتحط تي شنو كيساوي بدلاله اكس دونك اعطيني اكس شنو كيساوي بدلاله تي يعني اكس غادي يساوي ليا 1 سور تي مزيان سيتادير مني اكس كيمشي لبلوس الموان لانفيني بلوتو هذاك تي فين كيمشي تي il tend vers 0 هذه هي اهم حاجه عندي اي ابري دونك نكتب هنايا alors développement limité au voisinage de moins l'infini à l'ordre 1 ديال x exponentielle جوج على x شنو غادي يولي كيسوا غيساوي ديفلوبمون ليميتي موان لانفيني شنو غتولي غتولي 0 لوردر كيبقى كيف ما هو في الاول x شنو هو هو 1 على t في الاكسبونونسييل ديال جوج على اكس شنو هي جوج على اكس يعني جوج في واحد على اكس وشنو هو واحد على اكس هو تي يعني جوج تي اللي كتساوي نيت الا قدينا هذا الحساب غتعطيني ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو زيرو ا لوردر 1 ديال اكسبونونسييل جوج على جوج تي لو تو سور تي وغيخصني دابا نحسب هاد ديفلوبمون ليميتي ملي كيتحط ليا ديفلوبمون ليميتي بحال هاد الشكل شي فونكسيون على شي فونكسيون بولينوميال كنمشي نخدم ديفلوبمون ليميتي غير ديال هذيك اللي الفوق دائما عند لو ميم فوازيناج ولكن لوردر كيتبدل الا بغيت نعرف شنو هو لوردر جديد اشنو كندير كنشوف شحال هو لوردر ديال هذا اللي عندي هنايا عندي واحد كنزيد عليه لوردر ديال هاد الدرجه ديال الاس اللي عندي هنايا في هذا المقام هذه تي شحال هو الاس ديالها هو واحد واحد زيد عليه هاد واحد هي جوج يعني غنمشي نديفلوبي هادي جوج مرات دونك غادي نكتب هنايا ليطاب الثانيه كالكول دو ديفلوبمون ليميتي كنسموه اوكسيليير يعني مساعد اللي هو شنو اللي هو لو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو زيرو الوغ شحال قلنا واحد زائد واحد ديال الاس هي جوج
ديال شنو ديال اكسبونونسييل دو تي غير ديال هذا اللي الفوق نخدم عليه حتى الريزلت اللي لقيت نقسمه على تي الوغ هذه الا بغينا نخدموها ديفلوبمون ليميتد فكروا داكشي اللي شفنا في لي فيديو بريسيدونت كيخصني نمشي نوجد جوج ديال المشتقات ديال هاد لا فونكسيون اللي عندي هنايا الوغ غادي نكتب المشتقه الاولى والمشتقه الثانيه المشتقه الاولى ديال اكسبونونسييل جوج تي شنو هي هي جوج في الاكسبونونسييل جوج تي والمشتقه الثانيه شنو غادي تكون غادي تكون 4 في الاكسبونونسييل جوج تي مزيان من بعد شنو غادي ندير غادي خصني نعوض هاد الفوازيناج اللي عندي هنا في كل وحده من هاد المشتقات دونك الا عوضت 0 في المشتقه الاولى شحال غيعطينا جوج اكسبونونسييل 0 يعني جوج 4 اكسبونونسييل 0 يعني 4 من بعد كيخصني نمشي نحط لا ميزون بلاس ديال هادو في هاد ديفلوبمون مي اول حاجه ما نساهاش تعويض في الداله الوغ الا جينا نعوضو في الداله غتعطيني اكسبونونسييل 0 اللي هي 1 زائد المشتقه الاولى لقينا فيها 2 في اللي ما نديروش الاكس مي بلوتو تي حيت الفاريابل عندي هنايا هو تي دونك 2 تي زائد المشتقه الثانيه لقينا فيها 4 تي اس 2 على 2 زائد او تي اس 2 اللي كتساوي 1 زائد 2 تي زائد اختزلوا 4 مع 2 غتبقى لنا 2 تي اس 2 زائد او تي كاري من بعد كنمشيو ليطاب الفينال اللي هي لا كونكلوزيون دابا حنا لقينا الديفلوبمون ليميتي ديال هذاك اللي الفوق شحال كيسوا غنمشي نحطو على هذا اللي لتحت ونستخرج الديفلوبمون ديالي فينال الوغ غادي نكتب هنايا ديفلوبمون ليميتي فوازيناج دو 0 ا لوردر 1 ديال اكسبونونسييل 2 تي سور تي غيولي كيسوا ليا شنو لقينا في هذا اللي الفوق ملي ديفلوبيناه لقينا هاد الشيء هذا يعني 1 زائد 2 تي زائد 2 تي اس 2 على تي عاد زائد ديك القيمه المهمله علاش لانها هي قيمه يعني هي مدلول كنقول بلي راه كاين واحد الفرق اللي كتساوي نقادو الحساب يعني نقسموا نفرقوا عليهم المقام 1 على تي هي 1 على تي زائد 2 تي على تي هي 2 زائد 2 تي اس 2 على تي هي 2 تي زائد او تي اس 2 اللي غادي تعطيني من بعد ملي غادي نجي نحط ديفلوبمون ليميتي اللي بغاو هما يعني اللي بغاو بدلاله اكس دونك غادي نكتب هنايا ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو موان لانفيني ا لوردر 1 ديال شنو دابا حطوا لي الداله كيف ما تحطات في الاول اكس في ليكسبونونسييل 2 سور اكس كتساوي دونك حنا ملي خدمناه بالتي ها شنو عطانا ولكن دابا بغينا نردوه لاكس يعني خصني نعوض تي بالقيمه ديالو شحال هو تي هو 1 على اكس دونك غادي نمشي فين ما بان ليا تي ندير بلاصتو 1 على اكس 1 على تي يعني 1 على 1 على اكس هي شنو هي اكس المقلوب زائد 2 كتبقى زائد 2 زائد 2 تي شنو هو تي هو 1 على اكس يعني 2 في 1 على اكس هي 2 على اكس زائد او تي اس 2 وبيان سور تي حتى هو غنبدلوه لانه شنو غيولي عندي غيولي عندي 1 اس 2 على تي اس 2 اللي هي 1 على تي كاري Alors, développement limité au voisinage de moins l'infini à l'ordre 1, dit x exponentielle 2 sur x, réouli hua. Donc, on se boucle l'adad, juge, zaïd, juge à la x, zaïd, x, zaïd, o, dit 1 sur x carré. وهذا هو الديفلوبمون ليميتي عند موان لانفيني ديال هاد لا فونكسيون اللي تحطات لنا هنايا نتمنى المثال يكون واضح ومفهوم الى عندكم شي اسئله ما تردوش انكم تطرحوهم في لي كومونتير لتحت دونك انا افيك بليزير نجاوب عليهم من هنا لتما نشوفكم ان شاء الله في لي فيديو بروشين ديال الشابيتر ديال لي فونكسيون دو بليزيور فاريابل دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته